لبعضهم. هي العركة يمكن عركة قنوات، بدأت على الأول بين التاسعة والحوار وتمدت لين ولات عركة أشخاص. نعرفوا الناس كل اللي ما عندهاش برشا حفلة لطفي العبدلي المسرحية متاعه على كرتاج، ولطفي العبدلي بعد ما عمل كومبلي، بعد ما من المفروض يروح فرحان برشا من الكومبلي اللي عمله، هو روح منغس، روح مغشش، خاطر الكونفرنس دو بريس ما تعدتش كما يحب هو. واللي أهم من هذية أنه الهيدي زعيم ما كانش في التغطية للحفلة هذية، للمسرحية هذية. اي الهيدي زعيم اختار انه ما يحضرش بالتحديد للحفلة هذية. ما بيناتهم حسابات من الاخر بيناتهم حسابات. الشيء اللي خلى بالحق لطفي العبدلي يفهم انه تصفيه حسابات، وانه الحفله نتاعو مش تعدى على القنوات، مش يتذكر اسمه، مش يتذكر الكومبلي اللي عمله. روح منغس كتب كلمه خايبه برشا، المفروض ما تتكتبش حتى على الستوري نتاعو في بيلي في الانستغرام. الكلمه هذيا فيها اهانه للهادي، فيها اهانه لقب عائلته والمدينته بنزر معتها بصفة عامة. البنزرتية تقلقوا شوية من الكلمة هذية، وليد البلاد وعرش الزعيم تقلقوا شوية من الكلمة هذية. الشيء اللي خلى زيدا هادي يرجع عليه بكلاش واحد آخر، قال له أنت من المفروض تروح فرحان كما قلت لكم من كومبلي عامله في كرتاج، أما أنت تنغست مجرد أنه هادي زعيم ما جاكش، باش تعرف قيمة هادي زعيم. وكلاشات بين بعضهم، والليفان نتاع هذا يجيبوا في الليفان نتاع هذيا، ومسلسل ماهوش مشوفه بالكل، والمسلسل المسكيكي نتاع مسلسل ماهوش مشوفه بالكل، مع كلاشات بين بعضهم، هذا يرد وهذا يجاوب، هذا يجاوب وهذا يرد. الله غالب معناتها هذه الميديا نتاعنا وين وصلت. والله حرب ميديا وكاو كيما قلت انت، هذه الميديا ما في الاخر راهم اصحاب ومع بعضهم، راه نعطيك حاجه معني تاكد، وضحى باش يرجعوا مع بعض، وضحى باش يرجعوا اصحابه ويعديوا برامجهم واحسن كذا واحسن مذيع، والاخر يقول له انت احسن مسرحي وهلا يا بنات. إيه اللي هو براه بالحق. شوف انت العركات اللي صاروا قبل الكل، ومن بعد يرجعوا يتصالحوا راهم، اما تو ما فهمتش المصلحه شكون العركه كهذيا الشيء على الدرجه هذه. شوف توا فما فلوس، فما برشا فلوس سيرتو في الفتره هذيا. اي نعم، دونك فما القنوات كلها ماذا بيها تاخذ البار الاكبر من الفلوس هذيك، حد يحب ياخذ بايو على الاول. دونك كل واحد مش يبدا يهبط في ليزاتو نتاعو، كل واحد مش يبدا يحارب من هنا من هنا. فما اودينس لازم تخدم، فما برشا حاجات الاودينس ما تخدمش بالبرامج نتاعهم، على خاطر برامجهم يعرفوا انه برامجهم كان جات ما تبيعش ما تبيعش وما تعمل حد شيء. دونك لازمنا نخلقوا مشاكل، نخلقوا كذا باش غدوه حينتبعوا الفلان في برنامج الفلاني، والاخر نتبعوا كذا باش نشوفوا واش قال على الاخر وكذا. سي بون عملنا ودي ماده، دبرنا برشا فلوس والحمد لله، وباهي نرجع صحابات وخيانا بعد اخر سيزون.